العادة في الظلام أن تبحث عن فتحة للضوء، وهناك قد تجد الهدف الذي رسمته، الهدف الذي لطالما مضيت تفتش عنه وتعمل على رسم ملامحه الكاملة. الأولمبي اليمني بدأ من سيئون بمعسكر داخلي تم فيه تجربة العديد من اللاعبين، استدعاء للأسماء ثم استبعادها من القائمة، وفي هذه المرحلة كان البقاء للأقوى، كان البقاء لمن سيفيد في المجموعة ولمن سيعطي. وإن كانت الحظوظ متساوية للجميع، إلا أن شدة التنافس قد جعلت الجهازين الفني والإداري يقفان على اختيار 50 لاعبا للسفر نحو المعسكر الخارجي. في مصر كان الهدف مباريات ودية على أعلى مستوى، وصول المدرب سكوب وحضوره للتدريبات أعطى دافعا أكبر لإثبات الذات، ولكن الإشكاليات التي تلت المعسكر تسببت بإلغاء بعض منها. تدريبات مكثفة تبعتها مباريات ودية مع أندية مصرية كانت بارقة الأمل الأولى لوصول اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة قبيل انطلاق المنافسات الأهم للكرة اليمنية بعد أيام. منتخبنا الوطني في خطوته الأخيرة قبل التوجه إلى فيتنام كان لابد له أن يخوض نزالاً من نوع آخر، فوقع الاختيار على أسود الرافدين ليخوض معه منتخبنا الأولمبي آخر مبارياته الودية التي خسرها أمام نظيره العراقي. الحلم كان منسوبه مرتفعاً مبنياً على خوض العديد من المحطات والتي أكسبت أفراد المنتخب الخبرات اللازمة لخوض الاستحقاقات المقبلة، فهل يستطيع الأولمبي اليمني حصد بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية من مجموعته؟ أم إن الحلم سيتبخر مرة أخرى؟